والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا إلهام. أهلا بكم مشاهدي الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة، الجولة الاقتصادية. التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار للشؤون الفنية والمتابعة مع وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ وبمجموعة من المستثمرين في منطقة ميت غمر الاستثمارية، وهذا اللقاء يهدف لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات في المنطقة وزيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة في المنطقة الاستثمارية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط، وذلك لمناقشة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. هذا تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.03% ليصل إلى 72.75 دولار للبرميل. هذا وقد تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.07% لتصل إلى 2.76 دولار للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل 2.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت حكومة الكويت وصول عجز في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات القادمة يتراوح ما بين 45 و60 مليار دينار دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي. حذرت الحكومة الكويتية في برنامج عملها الجديد من استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور، مما قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، مما يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية. وكشفت الوثيقة عن اعتزام الحكومة إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي. انطلقت في السعودية عمل النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص لتعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص على مدى يومين بحضور أكثر من 8000 مشارك في مختلف القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح ومشاركة أكثر من 80 من شركات الصندوق. يتضمن المنتدى توقيع مذكرة تفاهم وعقد شراكات ما بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات، كما سيوفر منصة هامة لاستطلاع الفرص ما بين شركات القطاع الخاص ذاتها. قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر، وارتفعت الطلبيات ب 8.9% عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي. وفي ضوء عوامل التقويم، كان استطلاعا قد أجرته رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة، وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة 3 أشهر كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي أعلى بنسبة 1.1% عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة. كما ذكر مكتب الإحصاءات أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني. حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة من تدهور خطير لتفشي الجراد الصحراوي في السودان، وذلك نظرا لغياب عمليات الرصد والمكافحة في المناطق الوسطى والغربية بما يهدد القطاع الزراعي في البلاد. أكدت المنظمة أن وضع الجراد الصحراوي وصل إلى مستوى التهديد في ديسمبر الماضي، وخلقت الأمطار في منطقة التكاثر الشتوي ظروفا بيئية مواتية لتواجد الجراد وتكاثر بشكل على شكل أسراب.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع يوسف وإلهام. شكرا لك مصطفى ميزار على هذا العرض.